السداد والتوفيق والنجاح. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا المساء عبر القنوات الناقلة، الناقلة لأحداث ووقائع هذا المهرجان الكبير. في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، لا يسعنا في هذه اللحظات إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين، وإلى سيدي ولي العهد الأمين، وإلى وزير وزارة الرياضة، وإلى الاتحاد السعودي للهجن. نحييكم مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، في ثاني أيام هذا المهرجان، في ثاني أيام هذا الكرنفال، على بركة الله وتوفيقه أعلنت أول الانطلاقات وأول التحديات في هذا المساء. الشوط الأول، الشوط الرئيسي للإبكار المفاريد ومسافة الاثنين كيلومترات، انطلقت هذه الأسماء، اندفعت هذه الشعارات، الكل هنا يمني النفس بأن يسجل نقطة ذهبية في هذا المساء. أبدأ مع المركز الأول، مع مرور لعبد الله بن علي بن محمد آل قبعان المري، من يقدم لنا مرور مع المركز الأول المركز الثاني. وصلت في هذه اللحظات وتقدمت المملكة المشوح بن عساف بن رحي العنزي، ولكن دخول في هذه اللحظات من الاسم القادم، وصلت الجذابة لبدر بن محمد بن يحيى الغامدي، من غير الأمور وانطلق مع المركز الأول. الله الله، ابناء المملكة يسيطرون، ينطلقون مع المركز الأول، المركز الثاني، هنا الانطلاق من المملكة، والمركز الثالث. وصلت هنا تريف لعلي بن محمد بن جار الله بن بخيت النابت، وصل الآن مع المركز الثالث والمركز الرابع القدوم والحصول هنا مع المركز الرابع. وصلت مقروعة لمحمد بن ربيع بن صالح الجابر المري مع رابع الأسماء. المركز الخامس أيضا القدوم من شعار فهد بن جابر الغيثاني المري، يقدم لنا حلوة، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، الشوط الرئيسي، مع من؟ مع من من بين هذه الأسماء والشعارات؟ ولكن الله، يا مقروعة، انطلقت مقروعة بشعار محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري، انطلق مع مقروعة، ولكن المحاولات من قبل تريف علي بن محمد بن جار الله بن بخيت، ولكن مقروعة 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 انطلقت مع المركز الأول، مع الشوط الرئيسي، محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري. الله، بطل الأول الأشواط في هذا المساء، تهانينا والنماس لمالك مقروعة على هذا الفوز والانتصار، وأبناء المملكة يبقون السلام. تهانينا وألف مبروك لمالك مقروعة لمحمد بن ربيع بن صالح الجابر المري، المركز الثاني. وصل التريف لعلي بن محمد بن جار الله بن بخيت النابت، والمركز الثالث. وصلت الجذابة لبدر بن محمد بن يحيى الغامدي، والمركز الرابع. وصلت حلوة بشعار فهد بن جابر بن فهد الغيثاني المري، والمركز الخامس. كانت المملكة بشعار مشوح بن عساف بن رحيل العنزي. إذن مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، مقروعة 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 من انتزعت أول الأشواط في هذا المساء. تهانينا والنماس لمالك مقروعة لمحمد بن ربيع بن صالح آل جابر المري، من كان بطل هذا المساء في أول الأشواط. التوقيت الزمني 3 دقائق 4 ثواني 63 جزء من الثانية، كان هذا توقيت مقروعة. المركز الثاني توقيتها 3 دقائق 5 ثواني 17 جزء من الثانية، كان توقيت تريف لعلي بن محمد بن جار الله بن بخيت النابت. والمركز الثالث كانت الجذابة، من حصلت على المركز الثالث، وكان توقيتها الزمني 3 دقائق 6 ثواني 74 جزء من الثانية. تهانينا
والنماس لمالك الجذابة من حصلت على المركز الثالث بدر بن محمد بن يحيى الغامدي، والمركز الرابع حلوة بشعار السيد فهد بن جابر بن فهد الغيثاني المري، والمركز الخامس كانت المملكة بشعار مشوح بن عساف بن رحيل العنزي. تهانينا والنماس مشاهدينا الكرام على هذا الفوز، على هذا الانتصار. كان شوطا كبير وشوطا مثير وشوطا حماسي. شوطنا القادم وهو الشوط الرئيسي للقعدان المفاريد بصوت الطائف فيصل بن شاكر الشريف، فنتمنى له التوفيق ولكم حسن الاستماع. أفبأ